من ابرز القرارات اللي اتخذت مجلس اداره نادي الاهلي ارتأى انه يستفيد من الخبرات الكبيره لرمز من رموز النادي وقيمه كبيره كلنا بنعتز بيها في النادي الاهلي وهو المهندس عدلي القيعي في مجال التعاقدات. وافق على قبول يعني اعتذار او الاستقاله المقدمه من الكابتن هاني عبد المنعم اللي كان بيشغل مدير مقر النادي بالجزيره اعتبارا من اليوم اللي تقدم بيها وهو يوم 6/1. ايضا مجلس الاداره قبل استقاله الكابتن عاصم السعداني، كابتن عاصم يعني ابن من ابناء النادي الاهلي وكان بيشغل منصب مدير عام النشاط الرياضي في النادي وراى انه يتقدم باستقالته، فمجلس الاداره وافق على قبول هذه الاستقاله وايضا الاستقاله المقدمه من نائب مدير النشاط الرياضي الكابتن اشرف الفار. تعيينات جديده في مجال النشاط الرياضي ابرزها هو تعيين الكابتن رؤوف عبد القادر مديرا عاما للنشاط الرياضي. ايضا الكابتن ياسر عبد العال سيكون نائبا لمدير النشاط الرياضي للشؤون الماليه، والحقيقه ده استحداث جديد طبقا للهيكل اللي حرص مجلس الاداره على استحداثه في سبيل تطوير المنظومه الاداريه بالنادي الاهلي. كمان تم تعيين الكابتن عمر شوقي مديرا للنشاط الرياضي باهلي مدينه نصر، والكابتن علي هارون مديرا للنشاط الرياضي باهلي الشيخ زايد. الشاب النشيط الحقيقه وليد مبروك رئيس لجنه الشباب، الاستاذ خالد جلال المخرج الكبير خالد جلال رئيس للجنة الثقافية، والسيد الأستاذ فؤاد إسماعيل رئيس لجنة الرواد، بالإضافة إلى الأستاذ حسين عنان رئيس لجنة النشاط الرياضي الترويحي. أبرز هذه القرارات أيضا هو الاستعانة بعضو النادي المخلص الأستاذ محمد يوسف محبوب كرئيس للجنة عليا هتكون متابعة لنشاط هذه اللجان ومساعدتها وتذليل العقبات بشأنها. في مجال النشاط الرياضي أيضا المجلس وافق الحقيقة على حاجة مهمة جدا وهي رعاية البطل السباح أحمد أكرم وإعداده الحقيقة وتوفير كل المقومات اللازمة من أجل حصد بطولة في أولمبياد 2020. تم دمج اللجنة العليا للبطولات، حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي هيستضيف خلال الايام القليله المقبله بطولتين مهمين جدا، بطولتين في مجال كره الطائره للرجال والسيدات، بطوله افريقيا للانديه الابطال، وايضا كاس الكؤوس في مجال كره اليد. اللجنه هتكون اللجنه العليا للبطولتين هتكون برئاسه عضو مجلس الاداره الشاب النشيط محمد الجرحي، ومعاه ايضا السيد الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره نائبا لرئيس اللجنه، ومجلس اداره النادي الاهلي بكامل تشكيله وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب سوف يتوجه ايضا الى دوله الامارات العربيه الشقيقه. كابتن محمود الخطيب سيرأس بعثه النادي الاهلي في هذه المباراه المهمه اللي نتمنى انها تخرج بشكل يليق الحقيقه بالناديين ويعبر عن يعني الروح الرياضيه. تمت الموافقه على اعاره عدد من لاعبي كره القدم الفريق الاول للنادي، موافقه على اعاره نجم مصر وكابتن النادي الاهلي عماد متعب لمدة 6 أشهر لنادي التعاون السعودي. الحقيقة أن النادي الأهلي هيحصل على مقابل هذه الإعارة مبلغ يصل إلى 300,000 دولار بخلاف المبلغ الذي سيتقاضاه اللاعب. القرار الثاني هو الموافقة أيضا على إعارة اللاعب أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي إلى نادي الاتفاق السعودي. النادي الأهلي سيحصل على 450,000 دولار لمدة 6 أشهر من خلال هذا الاتفاق. والحقيقة أنه أحمد الشيخ كان حريص على تمديد عقده مع النادي الأهلي لمدة 2.5 سنين من الآن، وبالتالي أصبح مدة عقد أحمد الشيخ مع النادي الأهلي 4.5 سنين. مؤمن زكريا أيضا النادي وافق على إعارة مؤمن إلى النادي الأهلي السعودي لمدة 6 أشهر، وأيضا مؤمن واحد من نجوم النادي الأهلي الذي سيعود سريعا بعد انتهاء هذه الإعارة، وده مقابل 400,000 دولار للنادي. احنا ما بنقدرش نتكلم عن الأرقام اللي بيتقاضاها اللاعبين لأنه هذا شأنهم ويعني ولا يجوز لنا ان احنا نخوض فيه، لكن احنا بنتمنى لهم الحقيقة التوفيق فنيا وأيضا
ماديا، لان دول لاعبين اعطوا للنادي الاهلي. تم تعيين الاستاذ احمد قطب مسؤول متابعه ورقابه بفرع مدينه نصر، وايضا تشكيل جهاز التنس. الاهلي كمان او مجلس الاداره وافق على تنظيم بطوله الاهلي المفتوحه للسكواش، ودي هتكون في الاسبوع الاول من فبراير المقبل باذن الله. المجلس ايضا وافق على الحفاظ على مش الصف الثاني ولكن المجموعه الثانيه من لاعبي الجمباز في النادي الاهلي، وتشكيل اكاديميه ليهم وتمثيل النادي الاهلي باسم مجموعه اكاديميه النادي الاهلي، ودعمهم بكل المقومات اللازمه من اجهزه ومعدات وملابس وغير ذلك من اجل اعداد جيل ثاني او فريق ثاني، يعني يكون كتف بكتف مع الفريق الاول الجمباز في النادي. لم يغفل المجلس الجانب الاجتماعي، حيث تضمنت القرارات عدد من الأمور التنظيمية نتعرف عليها من خلال التقرير التالي. أعلن عن القرار مجلس الإدارة بتولي صديق وزميل ومحب للنادي الأهلي وعضو للنادي الأهلي ومن الناس اللي كانت بارزة جدا في مجال الإعلام، الأستاذ شريف فؤاد، اللي هو تم تعيينه النهاردة من قبل مجلس الإدارة كمستشار إعلامي للمجلس خلال الفترة القادمة. طبعا أنا بتمنى له كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله، ويكون هو ان شاء الله احنا واثقين فيه تماما ازاي هيتعامل الفتره اللي جايه بالشكل اللي مجلس الاداره محتاجه الفتره اللي جايه والنادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه في الاعلام، وان شاء الله باذن الله يكون عند حسن ظن اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي والاعلاميين اللي بيتابعونا. هسيب طبعا الاستاذ شريف ان شاء الله يتلو عليكم كافه القرارات اللي تم اتخاذها اليوم من مجلس اداره النادي الاهلي، والف مبروك استاذ شريف، ونتمنى حضرتك التوفيق ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. تم تشكيل لجنة عليا لشؤون العاملين، الموضوع ده كان بيؤرق وبيشغل العاملين في النادي. الكابتن او السيد الاستاذ العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي ورئيس المكتب التنفيذي بيرأس هذه اللجنة. قامة اقتصادية كبيرة جدا هو الدكتور فاروق العقدة المحافظ الاسبق للبنك المركزي المصري ليتولى هذه اللجنة للعمل على تنمية وتطوير موارد النادي الاهلي. ايضا تم تعيين الدكتور مصطفى عبده رئيس للجنة المسؤولية المجتمعية والاستعانة بالسيد الاستاذ خالد عبد القادر، وهو واحد يعني من أبرز العناصر اللي بتعمل في مجال التكنولوجي في مصر والمنطقة، رئيسا لجنة التطوير التكنولوجي. الأهلي أيضا وافق على أو مجلس الإدارة وافق على استضافة النادي الأهلي لبطولة دبلوماسية، هيتولى رئاستها المهندس خالد مرتجي وهيقوم بالتنسيق إعدادا لاستقبال هذه البطولة قريبا بإذن الله. تم تكليف المهندس حسين صبور ومكتبه الاستشاري الكبير بإعداد الرسومات والتصور الخاص ببدء العمل فورا أيضا في تطوير الحقيقة حمام السباحة الترفيهي الموجود في مدينة نصر. مجلس الإدارة أيضا قرر ووفر الاعتماد اللازم الحقيقة لشراء عدد 4 سيارات، 2 في الجزيرة و2 في الشيخ زايد، خدمة لأعضاء النادي من كبار السن. تقرر فتح باب القيد للتسجيل في سجل الموردين والمقاولين للعام 2018. تم الموافقة على إنشاء المبنى الاجتماعي الجديد بفرع النادي بالشيخ زايد، والحقيقة أنه النادي أنهى كل تراخيصه والعمل في غضون أيام يعني قليلة سيبدأ في إنشاء المبنى الاجتماعي في فرع النادي بالشيخ زايد. لأول مرة في النادي بيتم إعداد لائحة، يعني عطفا على موضوع اللجان الحقيقة اللي أنا كنت اتكلمت فيه، لائحة للجان المعاونة بتحدد بدقة أهداف هذه اللجان وطرق المشاركة فيها وإزاي أعضاء النادي يشتركوا لتقديم الخدمة لآلاف الأعضاء والأسر المنتمية للنادي. عندنا مهرجان كبير للألعاب الهوائية، ده لأطفال وشباب النادي بمناسبة أجازة نصف العام لأبنائنا التلاميذ والطلاب، وده هيقام على مدى أسبوع كل يومين
في فرع من فروع النادي، تنظيم ودعم عدد كبير من الرحلات الداخلية للمقاصد السياحية في مصر، سواء في شرم الشيخ، في الغردقة، في الأقصر، في أسوان. وده الحقيقة بيكون هدف منه هدف مزدوج. الهدف الأول هو توفير خدمة محترمة لأعضاء النادي الأهلي، والهدف الثاني هو دعم السياحة الداخلية. وتطرق اجتماع مجلس الإدارة إلى تطوير قناة النادي، حيث عقد الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العامل فاروق جلسة مع مسؤولي شركة إي جي كابيتال في حضور العضو المنتدب الأستاذ أسامة الشيخ لبحث سبل التطوير. نتابع في خلال هذا التقرير. حصل لقاء هام جدا النهارده بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، يرافقه السيد العمري فاروق العمري نائب الرئيس، مع المهندس اسامه الشيخ رئيس او العضو المنتدب لشركه اعلام المصريين اللي بتدير زي ما حضراتكم عارفين مجموعه قنوات كبيره في مصر وعدد من الوسائل الاعلاميه، وايضا هي المالكه لشركه بريزنتيشن التي تدير قناه النادي الاهلي. الحقيقه انه مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب عندهم خطة طموح لتطوير القناة لتظهر بشكل لائق باسم نادي القرن، وكان هذا الاجتماع يعني لوضع النقاط على الحروف والبحث في سبل التعاون بين الجهتين، وكان اجتماع مثمر جدا وخرج يعني بأطر وبتصورات أعتقد أن هي هتصب في النهاية في سبيل تطوير هذه القناة لتصبح قناة يشار لها بالبنان وتليق باسم النادي الأهلي الكبير.